اتحاد الصناعة الليبية اليوم وأنا مسؤول على الكلمة هذه مستعد يقدم لكم جميع التسهيلات بشتى أنواعها مالية بشرط. اشتغلنا كثير على موضوع التمكين الاقتصادي، وهدفنا فعلا ان تمكين مجموعه من السيدات وكانوا اصحاب المشاريع الكبرى او المتوسطه او الصغرى او حتى المتناهيه في الصغر. ساعدت هذه المشاركة على خروج مشروعي إلى النور، وطبعا ولاقى هذا المشروع نجاح كبير لدرجة أنه تم دعم هذا المشروع من أحد رجال الأعمال. أنا سمعت بالسوق الاقتصادي عن طريق صديقتي وشفته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فحبيت أن نجي ونشوف شنو هناك. الآن سنذكر لكم نتائج هذا المشروع الذي تكلل بنجاح. سيقوم المجلس البلدي الزاوية الغرب بتقديم منحة تصل إلى 10,000 دينار ليبي كجائزة لأفضل مشروع. تعهد اتحاد الصناعات الليبي بتقديم الدعم الكامل للمشاركات عن طريق مساعدتهم وتقديم التسهيلات البدائية المتعلقة بالاعتماد والتسجيل. 2 من المشاركات التي بدأنا في تنفيذ مشاريعهم باشروا في عملية توظيف نساء للبدء في عملية التنفيذ الفعلي لمشاريعهم. زيادة نسبة الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة الذي لمسناه من آراء الزوار والتعليقات الإيجابية التي لازلنا نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوج المشروع بقصص نجاح، أهمها تم تبني المشروع تربتي كومبست من قبل سيدة الأعمال انتصار التونسي لصاحبته سعاد شعبطة. أيضا تم تبني مشروع كوبل لمنتجات التين الشوكي من قبل سيدة الأعمال أمل الدروني لصاحبته سكينة أحمد. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم في إنجاح مشروع نساء على طريق الريادة، وشكراً.